أضرار الالتحاق بالمنصة ولد نلتقي اليوم لتكريم الفائزين بجوائز تقديرية تحفيزاً وتشجيعاً لهم على مواصلة الكتابة والإبداع. في الكتابة فن رائع يتيح لنا إحياء رؤى والإبداع، كما أنها أداة ثمينة للنقل الأفكار والقيم والعلوم. أسفرت عملية التقييم على انتقاء 60 إنتاجاً كتابياً، 120 تعبيرا كتابيا من مرحلة التعليم الابتدائي، و20 رسالة من مرحلة التعليم المتوسط، و20 مقال من مرحلة التعليم الثانوي العام والتكنولوجي. مع الإشارة إلى أنه قد تم تحديد 60 فائزا كدلالة رمزية لإحياء ذكرى 60 لتأسيس شركة سوناتراك. الطفولة في الجزائر تحظى باهتمام خاص من السلطات العليا في البلاد، على رأسها السيد رئيس الجمهورية الذي كرس التزام الأسرة والدولة في حماية هذه الفئة. إن شركة سوناتراك باعتبارها مؤسسة مواطنة تسعى من خلال تنظيم هذه التظاهرات والمسابقات الفكرية الوطنية إلى ترسيخ ثقافة الكتابة لدى الناشئة وتشجيع المواهب على التعبير عن إبداعاتهم في عديد المجالات المعرفية ذات الصلة بقضايا البيئة والطاقة والتكنولوجيا.